السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ثم أما بعد، عاملين إيه الأخبار؟ يا رب تكونوا جميعا بخير. ما شاء الله كده الفراخ البلد بتاعتنا كملت شهر، ما شاء الله لا قوة إلا بالله. طبعا شايفين الفرق، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، فعلا الفراخ كبرت وبقت جميلة جدا. فعلا شايفين فرق الحجم، وزي ما احنا شايفين اهو. والله بصوا، يعني نفس الاكل، انا فعلا مش باكل حاجه والله، غير انا بعت لكم عشان اكتر من حد بعت لي يتاكلوا ميه. اهو يا جماعه بصوا، حته فول اهو، حته فول بتشيشه، يعني حته فول بتشيشه او فول صويا بتشيشه زي ده كده، وده اللي شغال بيه والله. يعني حتى ما فيش بادي جاهز ولا في اي حاجه جاهزه، بل بالعكس كمان بعمل لهم وجبات السمك كتير جدا الصراحه. وجبات السمك من اكتر الوجبات اللي بدالهم واللي حبينها جدا. فتعالوا كده بس نحط لهم الاكل مع بعض ونرجع مع بعض تاني ان شاء الله. تمام، زي ما انتم شايفين كده ما شاء الله اهو، شايفينهم حتى اقربوكم شويه عشان خاطر تشوفوهم وتشوف فرق الحجم بتاعهم. ما شاء الله، يعني فعلا الديوك اللي فيهم ما شاء الله، بقى العرف بتاعهم باين وحجمهم حتى باين ما شاء الله، حتى الحجم بتاعهم ممتاز. فعلا في تفاوت في الاحجام بتاعتهم، يعني في احجام كبيره وفي احجام صغيره خالص، ولكن فعلا عادي كلهم في الاخر يقربوا لبعض ان شاء الله، وحسب وان شاء الله وزنهم كلهم يقرب. بس صراحه من احلى الحاجات اللي فيهم الفرخ اللي انتم شايفينه اهو، ده اللي انتم شايفينه تحت اهو، ده هو ده الصراحة من الجميزة دي، الحاجات الجميلة جدا فيهم. والفراخ اللي زي ده كده، او اللي هو اللي بيسموه ابو رقاب، اللي هو زي اللي هناك ده، انتم شايفينه ما شاء الله احجامهم كويسة جدا وجمال، والصراحة فراخ تفتح النفس كده زي ما بيقولوا. فعلا حجمها حلو الصراحة وكويسة، وتحسوا فعلا انها نشيطة كده وتتحرك بسرعة. فخير ان شاء الله. ده كده كان فيديو سريع بتاعنا النهاردة، يا رب الفيديو بتاعنا يكون عاجبكم. وإذا يقول في ديوت مستوى من الاشتراك في القناة وتفعيل زر التنبيهات حتى يسوقكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.